السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد عبد الرحمن في فيديو جديد. أولا تحية لكل متتبعي قناة محمد عبد الرحمن للإلكترونيات، شكرا لكم. أتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو أصدقائي الكرام غادي نوريكم طريقة ترتيب القنوات على هذا الجهاز، وهو جهاز استقبال من نوع تريستار 540 اش دي ميني. بسم الله على بركة الله. هذه هي واجهة الشاشة أصدقائي الكرام، هذه هي التليكوموند ديال الريسيبتور. بسم الله على بركة الله، غادي ندخلو على الماني بحال هكا. أول حاجة غادي نديرو ضبط المصنع للجهاز. هنا مكتوب العودة لوضع المصنع، غادي نمشيو للريكلاج هيا فين كاينة العودة لوضع المصنع، غادي نديرو أوكي التليكوموند بحال هكا. غادي يعطينا هاد الجدول هذا كلمة السر، يعني غادي نكتبوا اربعه الاصفار من تيليكوموند. غادي يعطينا هنا موافق، غادي نديرو اوكي. غادي نتسنى واحد شويه غير يدور يروديماري الجهاز، غيطفى ويشعل. ها هو طفى، هو غير يروديماري الراسو غيشعل الراسو. غادي ندخل مرة أخرى على الماني، ثم نمشيو نقادو اللغة، هيا لا لونغ، أوكي. نديرو اللغة العربية، هنا غادي نخرجو نديرو اللغة العربية بحال هكا، غادي نخرجو من إكزيت، غادي يعطينا هنا موافق، يعني غادي نبركو على أوكي بحال هكا، هيا اللغة العربية مزيانة. غادي نمشيو لإعدادات الطبق، غادي نديرو أوكي. غادي نختار القمر اللي بغيناه هو نيلسات، هو نيلسات. غادي نهبط لهنا بلاصة الترددات، غادي ندير أوكي تيلي كوموند. غادي نختار التردد اللي بغيت يترتب في رقم واحد، اللي فيه مثلا غادي نختار التردد ديال 11476، هو قنوات التردد قنوات المغربية. ها هو 11476 فيرتيكال 27500 التردد ديال القنوات المغربية. غادي ندير اوكي. ها هو 11476 فيرتيكال 27500، غادي نهبط هنا. غادي ندير تيب البحث، تيب اوكي، يعني غيقلب غير على هذاك التردد فقط. اوكي غادي ندير اوكي على البحث، هو 11476 فيرتيكال 27500، يعني هما القنوات المغربية في رقم واحد. موافق، غادي نخرج بإكزيت. نقص شوية الصوت، هاهما القنوات المغربية خدامين من واحد حتى لعشرة. يعني في رقم واحد. هيا دوزيم، ميديا تمازيغ المغربية الأولى، الرياضية الثقافية السادسة، ميديا ان تي في. نرجعو مرة أخرى على الماني، ندخلو على الماني، نمشيو لإعدادات الطبق، أوكي. غادي نهبطو لهنا بلاصة الترددات، غادي ندير أوكي مرة أخرى. غادي نختار التردد اللي غنرتب في رقم جوج، يعني غادي ندير 11556، هي هو تردد قنوات الام بي سي. 11559 ها هو 11559 فيرتيكال 27500، اوكي. ها هو 11559 فيرتيكال 27500 التردد في قنوات الام بي سي. غادي نهبطو لهنا، غادي نختارو تيب اوكي،
البحث اوكي هو 11556 فيرتيكال 27500 هما قنوات الام بي سي موافق. غادي نخرج باش نوريكم باكزيت كما العادة. هما قنوات الام بي سي ام بي سي 5 يعني هو التردد الأول هو تردد قنوات المغربية في رقم واحد وهذا رقم 10 والتردد اللي رتبناه في رقم جوج هذا هما القنوات ديالو هو قنوات الام بي سي. ندخلو مرة أخرى على المنيو الإعدادات وغادي نمشيو لإعداد الطبق أوكي غادي نهبطو لهنا بلاصة الترددات كما العادة غادي نختارو مثلا تردد ديال ناسيونال جيوغرافي ناسيونال جيوغرافي هي 12226 هوريزونتال 27500 وهذا 12226 هوريزونتال 27500 اوكي ها هو 12226 هوريزونتال 27500 غادي نهبط لهذا السطر الثاني اللي من تحت الترددات غادي ندير تيب يعني غادي يقلب في البحث غير على التردد فقط 12226 غادي ندير اوكي اوكي ها هو 12226 هوريزونتال 27500 هاي قناة ناسيونال جيوغرافي غادي ندير هنا موافق اوكي غادي نخرج ها هو التردد رقم 3 اللي رتبناه في رقم 3 في مجموعة من القنوات من بينهم ناسيونال جيوغرافي هيا ناسيونال جيوغرافي ندخلو مرة أخرى على الماني شوف الإعداد الطبق أوكي نختار القمر اللي بنا هو النيلسات غادي نمشيو لهنا بس ترددات غادي ندير اوكي هنا غتجدو ولادا كنختارو التردد اللي بغينا غادي نختارو التردد ديال زي الوان وزي افلام هو 11938 11938 هو 11930 فيرتيكال 27500 اوكي هو 11938 فيرتيكال 27500 هنا غادي نهبطو لهنا غادي نديرو التيب كما العاده غادي ندير اوكي مره اخرى اوكي على البحث ها هو 11938 غادي نديرو هنا موافق يعني اوكي غادي نخرج باكزيت غادي نشوف تردد رقم 4 ما هو 11938 هو في زي الوان ومن بعد غادي ندخل على الميني كما العادة وغادي ندير إعداد الطبق هنا بغيت نجمع كاع لي فريكونس حنا رتبنا لي فريكونس اللي بغينا يكونوا من واحد حتى ربعة مثلا في القنوات المغربية والقنوات الام بي سي القنوات ناسيونال جيوغرافي زائد القنوات زي الوان وزي افلام
اللي ارتبناهم في من 1 تسعة 4، ف غادي نهبط لهنا، غادي نمشي، غادي نهبط لهنا، غادي ندير بحث أعمى، غادي ندير أوكي بحال هكا. يعني دابا غادي يجمع قنوات كاملة اللي كاينين في الريسيبتور، هنا عدد البحث وصل 89%، غادي نتسناو حتى يكمل. هو وصل 100%، يعني اوكي، وغادي نخرج باكزيت. يعني هنا أعطينا 1020 قناة، هما القنوات اللي رتبنا كما كتشوفوا. ومن بعد درنا بحث الأعمى، أعطانا 10020 قناة. هذا كل ما لدي يا أصدقائي الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.